عشاق النحل ومحبي العسل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا اليوم يتمحور حول طرق تخزين الأساسات الشمعية والحفاظ عليها من الحشرات وخاصة عثة الشمع. الطريقة الثانية والثالثة سنلمح لهما باختصار في آخر الفيديو. أما طريقتنا الأولى وهي التي نستعملها منذ القدم وفي كل المواسم، وهي ناجحة معنا بنسبة 100%. وكما تشاهدون على الشاشة نأخذ آنية مثل علبة الطماطم الفارغة، والأهم هو فتائل الكبريت لمش سفره، ممكن تجدونها في الأسواق وفي المحلات التجارية. نحن هذه السنة اشتريناها من عند بائعي المعدات الفلاحية ومواد البناء لكونكري. فتائل الكبريت وهي سريعة الاحتراق، نشعل كما تشاهدون فتيلة من فتائل الكبريت ونضعها في العلبة التي تحدثنا عنها وتكون في آخر العسلات. ملاحظ إخوتي الكرام، فتيلة الكبريت تصدر غاز قوي جدا، وبعد الغلق على آخر عسلات سيعم هذا الغاز على كل أركان وجدران العسلات، وهو قاتل لجميع الحشرات وأبرزهم فراشة الشمع. إضافة إلى أن هذه الحشرات ستهجر محيط هذا الغاز، يعني المحيط الدائر بالعسلات. نستعمل إخوتي الكرام تقريبا 10 عسلات. العسلة الأولى التي في الأسفل تكون فارغة، والتي في الأعلى تكون حاملة ل4 أو 5 إطارات، لأننا سنضع فيها فتيلة الكبريت، وممكن استعمال فتيلة ثانية ل10 عسلات أخرى وربما ثالثة أو أكثر. المهم كل 10 عسلات فقط مع بعض مملوءة بالأساسات الشمعية، والغلق من الأعلى يكون محكم. أما بين العسلات نتركها كما هي لتسرب الغاز بين الشقوق، وكل بعد 10 أيام أو 15 يوم تكرر العملية، لأنه رويدا رويدا الغاز سيضمحل وينتهي مفعوله. تقريبا يعني في الشهر نكرر العملية 2 مرات. هذه الطريقة إخوتي الكرام نستعملها منذ سنوات وهي ناجحة معنا بنسبة 100%. المهم يعني قبل إعادة الإطارات للنحل وضعها قليل للشمس ثم إعادتها للنحل وقتما نحتاجها. إخوتي الكرام، نحال ونحالة، نؤكد ونعيد بأن هذه طريقة جيدة للحفاظ على الأساسات. أيضا هناك طريقة ثانية وثالثة ممكن القيام بهما إذا كنت أخي النحال ليست لديك كثير من الإطارات. وضع الإطارات، يعني إذا كانت عندك قليل من الإطارات ممكن تضع الإطارات في المثلج الفريجو، وبذلك ستموت كل الحشرات والفيروسات التي تحملها هذه الإطارات الشمعية، وإلى أن حين الوقت يتم إخراجها للشمس ثم تعطى للنحل. أما الطريقة الأخيرة إخوتي الكرام وهي أنه ربما هناك من النحالين لا يملكون مثلجات كافية للغرض، فممكن وضع الإطارات في المثلج لمدة 24 ساعة. يعني لماذا نقول المثلج؟ حتى تموت منها الحشرات وخاصة بيوض عثة الشمع، ثم بعد 24 ساعة إخراجها ووضعها مباشرة في أكياس كبيرة من البلاستيك محكمة الغلق، بحيث لا يمكن للحشرات التسرب إليها.
خاصة فراشة الشمع. نتمنى أن المعلومة وصلت. كان الله معكم، إلى اللقاء.